عجبك كده السشير ده؟ الحقيقة معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش أكتر مني يا ده الشير ده. على قدك أنا كنت ناوش في غليلي. لولا أبوه كلنا بقى. أنت كلت من الأونطة دي يا معلمي ولا إيه؟ لو أنت فاكر صحيح إن أبوه ما يعرفش بالخطوبة وإنه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تأذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصة يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الأمر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلم. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، او بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شويه يا ابو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا ريت تخلص. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلى على النبي وبلاش تجيب سيره المركز يا دكتور. ما بقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا، وبعدين يعني عزوز المفك عزوز، وبعدين بقى معاك هو. الله والله العظيم اجيب بنافله وانزل فيكوا تكسير. بس غير هو ما قدامك واس خميس. انا دستلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه علينا. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني اضحك علي. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك. هذا دنداني احنا الثلاثه اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكله قد كده. اهو انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيأ لكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط، انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، تعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بتلاتة اربعة جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره، بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور، صب صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر عبور جاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل الصهره بلوش. صحيح. سلام كده يا هاني. الفند طبعا. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل. المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ يا فندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المره دي. ها خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ اسمعها بقى. لا ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي لازم البلاغه ما يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطه دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينه الكهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ ابو سمعتنا خميس. سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعه. استر يا رب، ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب ايه السطح؟ يلا يلا انت ابلع السطوح.
أنا آسف والله يا عبد الصمد أفندي أخويا، لكن أنت عارف ده شغلنا ودي مسؤولية. إيه في إيه؟ أنا مضطر أحجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبة البيت أنهار السيد متولي طالبة الحجز. أنهار؟ ده إحنا كويسين أوي مع بعض. والله أنا لو معايا فلوس ما كنتش أتأخر. لا لا يا حاج باشمحضر، وأنت ذنبك إيه؟ اتفضل أحجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق أبدا. يوهو، كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى قاعد، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عمتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلاح على ابوه، وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عمتي، انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس. انا خايف لا يلاقونا. ادي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهرة 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجأة دي؟ ازيك يا مال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازاي؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفة المكواجي اللي في الحارة دلنا على الأستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك إنك لازم تيجي الكلية. أيوة بس حوري وش الزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا؟ وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت ابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستاذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابصر. طب سلامه كمان. انا جاي معاك ابصر. كمان خميس. اهلا دنداني. اما جبت حته حشيش انا ايه؟ خالص. ايه مين دول؟ مخبرين؟ لا لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. اما جبت حته حشيشه. مع السلامه ابراهيم. مع السلامه استاذ. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ وادي يا كمال. وادي يا كمال، حضرتك بتندى عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يا عم. حاول رجاله يا رجاله. رجاله شوف مين اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش امتى؟ مات؟ مات قتيل؟ مات فطيس؟ تقدر تستلمه من مشرحه؟ كمال كمال اخويا كمال، والله العظيم لا تقبله من مشرحه. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس. تعالى يا خميس. تعال. هو ده العبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي؟ انت كمال. انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال كمال صاحبي. كمال كمال. ازيك كمال؟ ازيك؟ انت ولعت يا مرة. تعالي هين دي عاملة تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثه امبارح ومات. متاسفه. متاسفه؟ تموتيه وتقولي متاسفه؟ فطلعوا دم. فطلع. عملوها فيك الانداني. والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. انت ناوي تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعدك روح، هستنى لما يخلص عليا. بس ما فوله. طب بس بس اخوه بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟